السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على اعتراف اسطوره كره القدم المصريه فاروق جعفر، يعني كانوا يرشوا يعني تاريخ، يعني هكذا كتب المصريون تاريخهم في كره القدم بارساء بشري يعني بشراء يعني عده كما نقولوا حنايا حكام في مباريات كانت رسميه شعلناها معنا. شوف انا نقول لكم، شوف نقول هذو صاروا هذو نقول لكم مين تولوا يدوا الالقاب، وين تولت الزهره عندهم يدوا الالقاب. الاهلي مين الاهلي ولا يدي من الثمانينات ورواح ولا يدي، وزاد من التسعينات ورواح ولا 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 يدي، وزيد فانيك مصريين المنتخب المصري تاعهم من ميتا ولا يدي الالقاب. الميتا انا شفت اول مره وصلوا النهائي، مساروا وصلوا النهائي اول مره نعترف بهم 2022 كيروش هذا ما كان، وما مليا والله ما كان كاع. اسمعوا اسمعوا انتم، كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت اقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب. واخويا زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت اقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت اقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب. اليوم بعد يخرجوا يبكوا يا ودي ما تبكي ما والو والفتوا انتوما القريب شرق، هذا ما كان كاد عندكم القريوشة وكنتو توكلوا في الغاشي المقروط والقريوشة يعني والقريوشة راكم دايمين قريوشة قريوشة حنا نقولوها يعني اللي بيتها ما يفهمها. كنتو كانت عندكم ليلى علوي وكانت عندكم سلوى ومن ومن هي راوي راك تشوف فيفي كانت فيفي تدمر، وكانت ليلى علوي تدمر، وكانت فما كانوا اجتماعات تجيبوهم دخلوهم عيسى حياته ليلى علوي مقابلته منا وليزار بيت مقابلانو من هذه تربح يقول اي ادمن ادمن خالي راحت هذه هي. وين زيد انا نقول لكم ونعاود لكم فوزي لقجع مشي حاقد على مصر ولا فوزي لقجع يعني جاتها الفرصه ما يطلقهاش، كي جاتها الفرصه والله ما يطلقها هذا مكان، كي جاتها ما باش يطلقها بالتالي كاع. وعنده الحق عنده الحق، عارف بلي يطلق الناس قام يتربصوا هما كاع يشيتوا القجع بصح كاع يتربصوا به بصح ما طاقوش عليه يعني قاضب يعني في الركيزة قاضبين في الركايز المغاربة صبحوا قاضبين في الركايز يعني انفرتينو واتسيبي يعني تبانلو من هاد من هاد. الناس كان يقول لك بلي هو يحكم بحكام ولا فيها موتيبي فيها بزاف ناس منا فيها يعني وين نقولوا بلي القجع يخدم بلادو، القجع راه يعمل ويخدم في بلادو، القجع ما راهش يعني نقولوا بلي يشوف للناس وخدا اخرين ولا لا ما يشوف، ما راه يشوف حتى الواحد ما راه يشوف حتى الواحد. القجع همو الواحد هو يخدم بلاده هذا مكان. شوبير على ما بغيتش تهدر على على اللي كيما نصور انا اللي هدرت عليها شنو هدر تربحوا مالكم، انا هدرت عليها بقاو غير نهدروا شنو هدر شنو نقول لكم شنو غادي نقول. منتخب وطني جزائري انهزم امام من؟ امام اطفال السعوديه ام حصلوا في القجع؟ نقولوا القجع هو عطى الاربيت الدراهم قال له خسر لي الجزائر مع السعوديه مع من خسر فيه من حصلوا ها مكان حصلنا فيه كاع الغاش حصلنا فيه كاع الناس حصلنا فيهم حتى الكوميدي هذاك دبوز هذاك وحصلنا فيه مشي حصلت لا انا ما كنت معرف انا مي كنت تهضروا كنت نكذب فيكم ونحلوا قلت لكم الماتش والله بيتعاودها واش تربحوا غادي تقصوا علينا بقوا حاسبين بلي انا بلي انا بغلج وتنقذوني نمشي يا ما انا مكاش انا نلعب كرة قدم انا مشي جوجل انا مانيش جوجل انا ما يمشينيش جوجل انا نجبد لك لي بارتي انا متأمنش راسك مالك مانيش انا مانيش جوجل انا نتمنى لك نعقل مليح انا نعقل حتى مباراه على بالك بلي خطره هذو صار واحد امنوني بالله
94 ماتش دو باراج كون زيمبابوي، عاد بالك بلي ربدو بلوكا جوار تاع مصر مهود بيماركي كابوياج هراوة كابوياج هراوة، على بالك بلي جوار ميدال روتري خبطو الغارديا تاع زيرو زومبيا خبطوه ببلوكا للراسة، شال كملو الباركي ربحو 1-0 أيا شدارو، عاودولهم الماتش في ليون عقل عليها في ليون مصاروا خسروا 2-0، روح قالو روقي روح شرب المي شرب نهر النيل روح شرب نهر النيل روح بارتيا تعاودت هذه خرجت على حق روهم أنت يا بارتيا بيعاود لك بارتيا أنت يا أودي حاجة صح يا لطيف يا حول الله ولا تبهدي لو صايك والله لا تبهدي لو صايك يجي تهدر قلبك انت انت تبغي تتهم ناس تقول لهم يا ودي رانا في الحضيض مكاش كاع رانا مكاش هيا يخرجوا الناس يقول لك يا تشكون مارك عارف والو يا ودي عارفوا انتوما صورتوا الضربه تاع الماتش يتعاود مي كنا نقول له ما يتعاودش ولا يدير كيما هكا شو بي غير اسكت مارك عارف والو هيا نقول لهم صحه كي انتوما كنت تعرفوا صحه معليش اليوم ها راك تشوف يعني خسروا مع زي صغار راك تشوف كيفاش صرات لقجع هو اللي باع الماتش ها وانا نقول لكم نقولها لكم لقجع هو اللي عطى الاربيت اللي دار كونت السعوديه هو لقجع هو طاح دراهم تلاقى وراح الاربيت هذا الباء والنامس دهم للمغرب مع الدبوز ولقجع وكلش طاوها دراهم وجا اليوم خسرنا خسر المنتخب الاحتكاك هاو خسر المنتخب الاحتكاك هاو نقول لكم يا حسره منتخب تاعنا تاع احتكاك حكوا الاحتكاك هذه هي خويا منتخب حكوا الاحتكاك يا الصيف والبحر وبرد الحال هذه هي خويا والله ما قالك تاع تبريد برك انا نقول لكم والله تبريد برك نعاودو نتكلمو على مصاروة وين مصاروة يعني ما مصاروة الألقاب تاوعهم ما كاش يعني كنت بقات تصرا ما عندهمش ألقاب يعني ما عندهمش ألقاب تاوعهم هما عندهم ديك عزة النفس يعني والغرور عندهم عزة النفس والغرور يعني وين كيفاش عزة النفس والغرور يعني تاع نحن الأقوى تاع نحن الأقوى على بالك تايلا نحن الأقوى هما اللي تاع نحن الأقوى هما وين راحوا لها وين راحوا لها راحوا لها في البولا وصالح وكلش يعني شحال عندك عندنا سبعة الأهلي شحال عندك عندنا 11 يعني يجيب الألقاب أول بلد يلعب بينات تلعب بيناتهم الأهلي والزمالك يلعبوا في نهائي كأس إفريقيا إي كيما هاكا هما يبغوا صالح تا المضرب مين راحت لهم راهم محصلين في كاع الغاشي يعني راهم محصلين في كاع الناس أنا نقولكم انا ما صنعك كي نديرو معاكم ولينا نعايلوكم تروحو تشكو نهر وبنات ايش تربحو وي اقعدو هكا اقعدو منتخب تاع تحكاك تبعو مصارو ديرو اللوبي مع المصري ديرو اللوبي مع المصري انا نقول
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو ونيشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معاكم بجديد، وربي يحفظنا ويحفظكم خاوتي وصحيتكم.